إن شاء الله. طب يلا اتفضل يا حبيبي. أيها الأحبة في الله، لقد جمع الإسلام الأمة الإسلامية على 5 جوامع توحدها وتؤلف بينها، وهي العقيدة والشريعة والحضارة والأمة ودار الإسلام. ولما كانت وحدة الأمة هي الإطار الجامع لشعوبها وقومياتها وأجناسها، كانت جامعتها العربية جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكانت صيحة وإسلاما تجد الاستجابة في كل ديار العالم. لذا فتح المسلمون في 80 عاما أوسع مما فتح الرومان في 8 قرون. نعم، قهر المسلمون أشرس الغزاة وواجهوا أخطر التحديات من الصليبيين الذين دمرهم صلاح الدين، إلى التتار الذين كسر المسلمون شوكتهم. كل هذا والجهلة واليهود يغطون في سبات الجهالة وعصور الظلام، إلى أن جاءت الغزوة الاستعمارية على بلاد المسلمين التي بدأت بسقوط غرناطة، إلى أن جاءت حملة بونابرت التي التهمت الأقاليم إقليما وراء إقليم حتى أسقطت الخلافة العامة وعمت بلوى هذه الغزوة في جميع بلاد المسلمين، عم التشرذم في المسلمين. ولتكريس هذا التشرذم بنى اليهود سرطانا عنصريا غربيا على الأرض المقدسة، على فلسطين، لتشتيت الأمة، لكي يفرقوا بين الأمة الإسلامية، لأنهم لا يريدون أي نهضة للأمة. لذلك أردت أن أقول لكم إن إسرائيل لن تزول وفلسطين لن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين. لن تزول إسرائيل بمدمن الخمور وعشاق الفجور ومهتك السطور، لن تزول إسرائيل بجاحد الأديان ومنكر الخالق الديان، لن تزول إسرائيل ولن تتحرر فلسطين إلا على أيدي المؤمنين الصادقين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، الذين يخوضون المعارك أطهارا قد توضأت قلوبهم قبل أن تتوضأ أعضاؤهم، يلبون النداء إذ نادى فيهم المنادي: هبي يا ريح الجنة، هبي يا ريح الجنة، يا نصر الله اقترب، يا رجال القرآن زينوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال. أولئك الذين يثورون على التفكير المادي ويسخرون من زينة الدنيا وشهواتها قد اتسع أفقهم فتجاوزوا من الأرض إلى السماء، بداخلهم يقين أنهم إن فقدوا ولاية ونصرة العالم فإن معهم الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، معهم جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا شباب، من الممكن عندما تروا هذا الشتات الذي عاشت فيه الأمة الإسلامية يتملك قلوبكم اليأس، يتملك قلوبكم القنوط، ولكن حرم الله اليأس وندد باليائسين في القرآن
قال: ولا تيأسوا من روح الله. الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحسنت يا خالد، نطلع فاصل إن شاء الله ثم نعود إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.